الله وبركاته. السلام عليكم. اهلا دكتور عمر، الله يصبحكم الله بالخير. شكرا، الله يسلمك. حضرتك همين الحمد لله على السلامه، الله يعطيك الصحه والعافيه ويديمك يا رب. دكتور عمر استرجعت الوزاره، ترى استرجعت الزهر بالمصر، الوزاره كلها استرجعت. سلامات الحمد لله على كل حال. الحمد لله مشت الامور. احنا متعودين على مثل ما يقولون على الكوارث والمصائب، بس الحمد لله على كل حال. الله يسلمكم. بدايه ارحب بالساده والاخوان اللي معانا واقول لهم الله يعطيكم الصحه والعافيه، وان شاء الله الجميع بألف خير. اخواننا وزملائنا اللي كافه الجامعات العراقيه واعضاء الفريق الوزاري الابطال او الجنود المجهولين اللي معانا ليلا ونهارا من اجل انه نسير بهذه العمليه التعليميه بافضل صوره، وحضرتك على راسهم دكتور عامر اللي متواجد معانا في كافه الامور، ليس فقط لامور التعليم الالكتروني وانما على كافه الاسقيده البحثيه واللجان. ما شاء الله عليك، الله يعطيك الصحه والعافيه يا ربي، والله يديمك اخ عزيز ان شاء الله، والله يكرمك ان شاء الله. اشكركم جميعا. شكرا. طبعا بدايه احنا كجامعه تقنيه شماليه راح اخليكم تزورون المحافظات الثلاثه اللي تتواجد بها كليات ومعاهد الجامعه، من ابتداء من نينوى وكركوك وصلاح الدين. بالنسبه لموقف الطلبه، عندنا عدد الكلي للقاعات الحضوريه حاليا اكثر من 400 قاعه، عدد القاعات الالكترونيه اكثر من تقريبا 12-13 قاعه، العدد الكلي للطلبه المشمولين بالامتحان الالكتروني 1381 طالب. مجموع الطلبه حاليا الذين يجرون الامتحانات في الجامعة ككل بكافة كلياتها ومعاهدها أكثر من 11,000 طالب. فتقريبا يعني هذا العدد الكبير عملناهم ايضا هاي كوجبه اولى، طبعا عملناهم على شكل وجبتين، الوجبه الاولى تمتحن في الفتره الصباحيه، وايضا عندنا وجبه ثانيه بالفتره المسائيه راح نجري الامتحانات، وذلك لتحقيق شروط السلامه الصحيه واتخاذ كافه الاجراءات الوقائيه. نحن كجامعه طبعا بدانا تقريبا قبل يومين او ثلاثه حتى بايام العطل بتهيئه القاعات من حيث التعليم تعبير القاعات وايضا اتباع التباعد الاجتماعي وكافه الاجراءات الوقائيه والصحيه لابنائنا الطلبه، بالاضافه الى تامين الكهرباء من حيث توفير قاعات مثاليه. تدرون حضراتكم احنا هنا المحافظات الشماليه بارده جدا ودرجات الحراره بها كلش واطئه، فايضا امننا القاعات من حيث التدفئه. الحمد لله هسه كنت حاليا في زياره ميدانيه للقاعات الموجوده في الكليات، ابتداء زرت الكليه التقنيه الهندسيه موصل والمعهد التقني موصل وايضا معهد تقني نينوى، وايضا كان عندنا يوم الامس ايضا امتحان في الكليه التقنيه الاداريه. تصير الامتحانات بسلاسه وبدون اي اشكالات باتباع التعليمات الامتحانيه والاجراءات الوقائيه بين الطلاب والتباعد الاجتماعي حفاظا على سلامتهم، بالاضافه الى الاجراءات انه متابعه الطلبه من حيث كارت اللقاح. طبعا احنا هذا الموضوع كجامعه حسبناها تقريبا من بدايه السنه اثناء التسجيل، اكو نسخ من كارت اللقاح موجود في كل قسم علمي، الطالب يعني ما يدخل للقاعه الامتحانيه اذا ما كان عنده كارت للقاح، وايضا بالاضافه الى انه حاليا من زرت القاعات كانت موجوده كارتات اللقاح امام الطلبه على شكل حتى اكو قسم كابسيها على شكل هويات موضوعه امامهم، بحيث اي طالب ما يدخل للقاعه اذا ما موجود كارت اللقاح امام اسمه، وايضا اتباع الاجراءات التعقيم تبدا من المداخل بالنسبه للكليات، ايضا شاهدت بنفسي اثناء ما زرت الكليات والمعاهد اللي هسه زرتها ميدانيا انه امام كل القاعه موجوده امامها ادوات التعقيم بالاضافه الى الكمامات كلها متواجده بالمداخل اثناء دخول الطلبه الى القاعات الامتحانيه. اعداد الطلبه المتواجدين في كل قاعه مثل ما ذكرت انه ايضا مراعين بها شروط السلامه الصحيه. بالنسبه الى نمط الامتحانات، طبعا حاليا الطلبه اللي يمتحنون عندنا امتحانات فصليه وعندنا امتحانات نهائي كورس اللي متواجدين حاليا بالقاعات الامتحانيه.
الامتحانات الفصلية أيضا راعينا بها أنه أكو قسم من المواد العملية تكون بها المادة الحضورية والمواد الغير الأساسية حسب كتب الوزارة اللي صدرت بتاريخ 9/9 وتبعتها الكتاب الآخر بتاريخ 8/11. صار عندنا شوية اجتهادات بين الجامعات اللي موجودة بالنسبة لتحديد المواد الأساسية والغير الأساسية، بس أيضا هاي صار بالتنسيق مع لجنة العمداء تحديد هذه المواد، أي من المواد الأساسية والمواد الغير أساسية اللي راح تكون بها الامتحانات الإلكترونية. بس أنه داركنا الموقف مع الطلاب أنه في كل الأحوال الامتحانات النهائية راح تكون هي حضورية، فالغاية من عندها هي رصانة الامتحانات، وإن شاء الله أنه تمر هذه السنة رغم انتشار الوباء عليهم، ولكن إن شاء الله باتخاذ الإجراءات السلامة والوقاية نقدر أنه نعبر بهذا العام الدراسي بدون أي إشكالات، ونستمر على النمط اللي هسه ماشيين عليه حفاظا على الرصانة العلمية. تحبون نبدا استاذ انور والدكتور عامر، تحبون نبدا بالزياره لو بعد اذا تكون؟ صباح الانوار، صباح الانوار، هلا عزيزي، شلونك دكتور انوار؟ شلون الصحه؟ الله يقويك ان شاء الله. الله يسلمكم دكتور اخر عزيز، الله يسلمك. اذا تحبون شكرا جزيلا اولا للملخص الرائع اللي قدمناه دكتور. شكرا جزيلا. اذا تحبون ندخل على يعني تشكيله من التشكيلات جناب تختاروها حتى نقدر نساعدهم. نعم هم داخلين، نعم داخلين معنا. انا بلغتهم انه دزين الرابط مع الوزاره، التشكيلات جاهزه انه نقدر ندخل، اعتقد اغلبهم داخلين. اذا حضرتك هسه تشوف الاتندنس موجودين التقنيه الشماليه في كافه الاقسام العلميه وايضا الكليات والمعاهد الثانيه عند يعني ظرف صحي، اما البقيه فكلهم حاضرين. عندنا ثلاث مواد: مجال الأبشار المغناطيسية، تعيينات هندسية وصيدلة رقمية بالمرحلة الرابعة. بالنسبة للإجراءات الصحية كل الطلاب عندنا 100% يرتدون الكمامات ومحافظين على التباعد. كارت اللقاح؟ كل الطلاب عندهم كارت اللقاح، إلا عندنا فقط بالقسم كله عندنا حالتين عندهم يعني عذر صحي وعندهم هويات من دائرة الصحة الكركوك. قد تلاحظون وجود طلاب يعني إي طبعا لأن الوقت ثلاث ساعات. او عدد من القاعات ما قليل من القاعات، حاولنا نوزع الطلاب حتى يكون يعني نضمن التباعد. نعم. دخول الطلاب تم عن طريق المدخلين للبنايه. نعم. التاكيد من قبل المتابعه على الالتزام بلبس الكمامه وتاكيد على وجود اللقاح. اكيد عفرت القاعات همينة قبل بيوم، عفرت القاعات دكتوره قبل بيوم، وفي السابعة الصبح جينا حيينا الاسئله وطبعنا الاسئله والدفاتر وتابعنا الموضوع من الصبح وجود التدفئه حتى نهيئ بيئه جامعيه للطالب بحيث يكون. نعم. يعني خلال اداء امتحان ما جاي هو اللي يتمرن على مدى الامتحانات. اكيد انا ذكرت الفريق الوزاري قلت بما انه احنا شماليه فهذا الموضوع جدا مهم، يمنا موضوع تدفئه القاعات. على الكمامه والكرت مال اللقاح. نعم. وطبيعه الاسئله كانت شامله. نعم. عندكم امتحان نهائي هسه يعني توقيته 3 ساعات، هسه تقريبا عبر نصف الوقت. بيها اسئله يعني بيها ترك، بيها الدرجات واضحه امامكم موزعه على الاسئله. بيها ترك ضمني، بيها ترك اسئله. نعم. ترك سؤال. نعم. الحمد لله. الله يبارك فيكم وبارك ما تفوتكم، ويعني حقيقه نشكر جنابكم الكريم على هذا الحرص والتنظيم الرائع. فقط ملاحظة كانت عندنا يمكن من الناحية الصحية. نعم. يعني نتمنى من جنابكم الكريم انه موضوع الختم المتحرك اللي ياكد عليه. نعم. يعني جهاز الاشراف يعني فيما يخص اللجان الامتحانية. نعم. ضرورة الختم المتحرك يعني يكون موجود على الدفاتر الامتحانية وعلى اي بلغناهم والله بلغناهم دكتور، بس الظاهر يعني اكو قسم يعني ملتزمين وقسم لا، بس ان شاء الله راح ناخذ هاي الملاحظه بنظر الاعتبار ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا لكم دكتور. شكرا عزيزة. شكرا جزيلا. شكرا بالعكس بالعكس، انا يعني بنهايه الاستعراض اتقدم يعني بالشكر الجزيل لحضراتكم وكل الامتنان للفريق الوزاري وايضا لاخونا الكبير والزميل العزيز دكتور عامر ولكافه الاخوان والزملاء المتابعين معنا كافة التفاصيل حتى تظهر الامتحانات بأفضل صورة، وأيضا بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الوقائية المحافظة على الرصانة العلمية في نفس الوقت. فإن شاء الله إحنا معاكم إيد بإيد، إن شاء الله نتعاون
من أجل أنه نكمل هذه السنة الدراسية بأفضل صورة خدمة لأبنائنا الطلبة، وأتمنى كل الموفقية والتوفيق لكافة الجامعات العراقية ولكافة الإخوان والزملاء، لهم مني كل التقدير والاحترام اللي حاليا متواجدين معنا، وإن شاء الله نلتقي بكم بشكل دائم ومستمر على كل خير. شكرا جزيلا، بارك الله بجهودكم جميعا. شكرا جزيلا. شكرا دكتور، تحياتي للجميع، مع السلامة، الله معكم.